الحقيقة هي ليست له الثقة الكاملة بتأسيس أو ترويج لحكومة أغلبية، ولكن هي عملية ضغط على الإطار التنسيقي، وأعتقد الإطار التنسيقي يملك مقاعد أكثر من التيار الصدري باعتبار أنه يملك تقريبا 90 مقعد، وبينما التيار الصدري يملك 73 مقعد، يعني أقل منهم. ربما إذا صارت يعني انعقد البرلمان سوف تكون الكتلة الأكبر ربما للإطار التنسيقي، ولكن الإطار التنسيقي يريد خاصة المخرجات على العملية الأخيرة الانتخابية شابها كثير من اللغط وكثير من التزوير، ولذلك ربما جعل هناك اختلال في التوازن الحقيقي للكتل السياسية، ولكن من خلال هذه يجب الوصول إلى عملية تفاهمات ومشاورات مكثفة مع جميع الأطراف سواء الكتل السنية والشيعية وحتى الكردية. لذلك سبقت هذه الاجتماع الحنانة، انعقد هناك اجتماع في بغداد بين التيار الصدري والإطار التنسيقي وكذلك أيضا في الحنانة. ربما كان الصدر يريد من هذه الاجتماعات أنه يتحالف مع جزء من الإطار التنسيقي، ولكن تبين له حتى في الاجتماع الثاني أنه الإطار التنسيقي هو متماسك بجميع أعضائه ولا يمكن التخلي عن كتلة أو حزب من أحزابه. لذلك أعتقد سوف تكون هنالك جولة مفاوضات ربما تكون حاسمة أيضا بالحنانة، بتعقد بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري للوصول إلى تفاهمات لما يسمى بحكومة توافقية وليست حكومة أغلبية، باعتبار أنه سوف يشترك بها الجميع خاصة الأطراف الكردية والسنية، وبالتالي هي يعني واقع الحال سوف يبين أن الأيام المقبلة سوف تسير الأمور باتجاه الحكومة التوافقية وليست حكومة الأغلبية التي يروج لها التيار الصدري.